يو ويلكم، مرحبا بكم. الكثير يعرف تطبيق كين ماستر، واي شخص تساله هل تعرف تطبيق كين ماستر سوف يقول لك نعم انا اعرف تطبيق كين ماستر، وهو تطبيق خاص بتعديل الفيديوهات على الهواتف المحموله، بالضبط اندرويد، نعم على نظام الاندرويد. وهذا التطبيق لديه شعبية كبيرة، الكثير يعرف هذا التطبيق واغلبهم يحترفون هذا التطبيق مثلي انا كما تعرفون، لكن هناك اشياء مخفية داخل التطبيق لا يعرفونها، اشياء لم يصرح عنها صانع هذا التطبيق، مخترع هذا التطبيق، مبتكر هذا التطبيق، لكن لماذا لم يصرح عنها؟ أنا استخدمت هذا التطبيق واستخدمته لفترة طويلة، لكني لم أكتشف هذه الأشياء الرائعة والموجودة داخل هذا التطبيق، إلى أن حان الوقت لأكتشف هذه الأشياء الرائعة والرهيبة داخل تطبيق كين ماستر. لقد اكتشفت أشياء رائعة وجميلة والتي سوف أخبركم بها في هذه الحلقة، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس، وأريد بعض الدعم كما تعرفون، واترك لنا تعليق حتى وإذا قمت بكتابة شيء نقطة أو ماذا فعلت في يومك، أو المهم اترك لنا تعليق، يا اترك لنا تعليق لكي نعرف من أنت وتصبح شخص. لنبدأ الشرح. السلام عليكم، معكم على ويف بلاي، قناتي عربية تتميز فن الكلام. يا وبالنسبة إلى جدول النشر في القناة، سوف نقوم بنشر فيديو كل يوم خميس يتحدث عن المونتاج، وإذا أردتم فيديو آخر يتحدث عن شيء آخر نقوم بنشره يوم الثلاثاء. فلنبدأ. والآن سأعرفكم بشيء موجود في تطبيق كين ماستر 99% من الأشخاص لا يعرفونه، وهو تقريبا متوفر في النسخ الجديدة، فتابعوا معي ولاحظوا ماذا سيحدث. هل رأيتم؟ أصبح الفيديو بشاشة كاملة. كيف يمكنك فعل ذلك؟ كل ما عليك فعله هو أن تضغط على زر التشغيل بلاي بشكل مستمر، وستظهر لك الشاشة كاملة بهذا الشكل. هذه الميزة لا توجد في النسخ القديمة، فهذه الميزة تحتاجها كثيرا لكي ترى العمل الخاص بك بوضوح، فتابعوا معنا الفيديو إلى النهاية لأنه هناك الكثير من الأشياء التي سنعرفكم عليها إذا كنتم لا تعرفونها، ومن يعرف هذه الأشياء يذكر لنا في التعليقات الأشياء التي يعرفها والتي لا يعرفها. والآن كما ترون هذا عبارة عن انترو الخاص بي يحتوي على صوت أو موسيقى. سوف نعرفكم على شيء بسيط الأغلبية لا يعرفونه، وهو Audio Feed In و Audio Feed Out. وماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه عندما يبدأ الفيديو الصوت الذي يحتويه الفيديو يبدأ بصوت منخفض ثم يرتفع إلى حين أن يصبح الصوت بشكل عادي، ثم عندما ينتهي الفيديو يحدث ذلك بالعكس من صوت مرتفع إلى أن ينخفض ويختفي نهائيا. وأيضا هناك طريقة أخرى يمكنك فعلها، لكن هذه الطريقة تقوم بتطبيقها على الفيديو، يعني تقوم بعمل Fade In و Fade Out في الفيديو بهذا الشكل، تقوم بتفعيل هذه الخيارات وسوف ترون ماذا سيحدث. فعندما تقوم بعرض الفيديو بهذا الشكل تكون شاشة سوداء وتبدأ تتلاشى إلى أن يظهر الفيديو، وفي النهاية كما رأيتم بهذا الشكل. وأيضا عندما تضغط على Editing بهذا الشكل سوف تظهر لك هذه الواجهة تحتوي على أرقام، وتقوم بتحديد مثلا رقم 1 على سبيل المثال، سوف نقوم بتحديد رقم 1 بهذا الشكل. فماذا يعني هذا عندما تقوم بتحديد رقم 1 بهذا الشكل؟ لاحظوا معي، نقوم بإضافة صورة أو شيء ما أو خلفية، سأقوم بإضافة خلفية سوداء، فعندما تقوم بإضافتها يتم وضعها في التايم لاين على قدر ثانية بهذا الشكل، يتم قطعها وجعل مدة ظهورها ثانية. وأيضا هناك شيء أغلبيتكم لا يعرفونه ويسمى بأوتوماتيك كليب، فمثلا أقوم بتحديد الفيديو وأدخل إلى قائمة الأدوات وأقوم بتحديد هذا الخيار فيظهر لي هذا الخط على الفيديو، يمكنك من خلاله تحديد نقاط
بهذا الشكل، ويمكنك التحكم في الصوت كما تشاء، يعني تجعل الصوت في هذا المكان منخفض وفي هذا المكان مرتفع بهذا الشكل وهكذا. والتطبيق بدوره سوف يقوم بتعديل الصوت مثل ما قمت بتحديد ذلك من خلال النقاط، فكما ترون الصوت يرتفع وينخفض. فهذه الطريقة أو الميزة تساعدك في عمل ميكس للصوت مع الفيديو ويصبح جد احترافي. وأيضا هناك ميزة أخرى، نتجه إلى المتجر ونقوم بتحميلها، نضغط على رمز، هذا الرمز الذي يحتوي على حرف FX بهذا الشكل كما ترون، وننزل إلى الخيار الأخير بالأسفل، نضغط هنا ونقوم بتحميل هذا التأثير كما ترون، نقوم بتحميله بهذا الشكل. سوف أشرح لكم ماذا يفعل هذا التأثير، وهو تأثير الكثير يجهله ولا يعرفه ولا يستخدمه. نقوم بإضافته بهذا الشكل، وانظروا وشاهدوا ماذا سنفعل بهذا التأثير. نقوم بتعديله بهذا الشكل أولا، فيمكنك من خلاله تعديل الزوايا الخاصة بالفيديو وتغييرها كما تشاء الأبعاد وتجعلها بشكل ثلاثي الأبعاد. أنا الآن أتحدث عن هذا التأثير بشكل سطحي، إذا أردتم حلقة كاملة عن هذا التأثير اذكروا لي ذلك في التعليقات، لأن هذا التأثير يمكنك عمل به أعمال احترافية، لكن أحتاج إلى الوقت لكي أشرح ذلك. وأيضا هناك تأثير آخر متأكد أنه أغلبيتكم لا يعرفونه، وهو هذا التأثير، سنقوم بتحميله من المتجر، نضغط على Color بهذا الشكل وننزل هنا ونضغط عليه بهذا الشكل، هذا هو التأثير، نقوم بتحميله وسأشرح لك ماذا يمكنك فعله بهذا التأثير. تقوم بإضافته بهذا الشكل، نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل ونعدل، ومن ثم نضغط على سيتينج، أولا نضغط عليه ونضغط على سيتينج بهذا الشكل، ومن هنا نختار اللون الذي نريد تغييره، يعني يمكنك تغيير ألوان الفيديو بهذا الشكل، نحدد هنا نتركها في هذا المكان، كما ترون أستطيع تغيير الألوان. وأيضا هناك ميزة ربما المبتدئين لا زالوا لا يعرفونها، وهو أنك تضغط على الطبقة بهذا الشكل وتضغط على رمز المفتاح وتقوم بتحريك الطبقة أو الفيديو فوق الفيديو، وبهذا الشكل سيتحرك الفيديو فوق الفيديو أو أي شيء كان يمكنك تحريكه بهذه الطريقة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب. والآن ننتقل إلى الميزة التالية، وأعتبرها ميزة رائعة لأنها تسهل عليك العمل، هذا إذا كان المشروع كبير جدا. فكما ترون الأداة التي بالجانب الأيمن بالأسفل هذه، يمكنك من خلالها الانتقال بسهولة وبسرعة في التايم لاين، كما ترون تضغط عليها بشكل مستمر وسوف تظهر لك هذه الخيارات، يمكن من خلالها الانتقال إلى نهاية الفيديو بسرعة وإلى مقدمة الفيديو بسرعة. وأيضا الميزة التالية تساعدك على استخراج الصوت الموجود بالفيديو، تضغط هنا بهذا الشكل من هنا وسيتم استخراج الصوت الخاص بالفيديو ويمكنك التعديل عليه كما تشاء. وأيضا هناك شيء آخر أريد توضيحه، فمثلا نتجه إلى المتجر، أولا نقوم بتحميل تأثير أو كليب جرافيك بهذا الشكل ونقوم بإضافته إلى الكين ماستر، ثم نعود ونحدد الفيديو ونختار كليب جرافيكس ونحدد هذا الذي قمنا بتحميله، يمكنك بالأسفل تحديد الوقت الذي يمكن أن يظهر فيه. أغلبية مستخدمين كين ماستر لا يعرفون هذا الشيء، فقط يقومون بوضع التأثير مباشرة فوق الفيديو دون تحديد الوقت الذي سيظهر فيه بهذا الشكل، كما ترون يمكنني وضع الوقت الذي سيظهر فيه. وأيضا هناك ميزة أخرى أريد توضيحها، وهو أنك تقوم بالضغط بهذا المكان تظهر لك هذه الثلاث الخيارات، الخيار الأول يمكنك من خلاله التقاط صورة للفيديو أو المشروع وتقوم بحفظها على الجهاز، والخيار الثاني كذلك تقوم بالتقاط صورة وتقوم بوضعها بجانب الفيديو أو
الأشياء التي تقوم بوضعها، والخيار الثالث كما ترون من خلاله يمكنك التقاط صورة وتقوم بوضعها بالأسفل على شكل طبقة. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. دمتم في رعاية الله. سلام.